مساء الخير. مين منكم بيتذكر أسئلة الامتحانات باللغة العربية أو الرياضيات أو العلوم؟ بمصر سؤال واحد بامتحان اللغة العربية شهد تفاعل كبير على السوشيال ميديا وفتح الجدل حول المواضيع اللي بنتعلمها بالمدرسة وأكثر عن مستوى الطلاب بلغتهم الأم. هالموضوع وغيره من المواضيع بحلقة الليلة من المشهد تاج ومنها رالف طموس أيضا يدخل في هذه الأرض. وسم ويليام نون يتصدر مواقع التواصل في لبنان بعد احتجازه لأيام وسط جدل حول تعطل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت. وسؤال في امتحان اللغة العربية يثير الجدل في مصر. والسوبر الإسباني في السعودية والترند يشتعل بعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة. والممثل الكوميدي براندون فريزر يعود ليتصدر الاهتمام في عالم السينما ولكن هالمرة من باب الدراما. على مواضيعنا المتصدرة المشهد لليوم، خرج الناشط اللبناني ويليام نون شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت من مديرية أمن الدولة في رمل البيضاء بالعاصمة بيروت، وهالشي بعد توقيفه على ذمة التحقيق على خلفية تصريحات صحفية له تتعلق بتفجير مبنى قصر العدل، ومن بعد ما خرج تم استدعائه مرة تالية. ويليام هو شقيق جو العنصر في فوج الإطفاء واللي قضى خلال قيامه بواجبه في إخماد النيران اللي اندلعت في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020. توقيف نون على ذمة التحقيق جاء على خلفية إشارة قضائية صادرة عن القاضي زاهر حمادة، وهالشي بسبب تصريحات له بعد تحركات احتجاجية لأهالي ضحايا انفجار المرفأ هدد فيها بتفجير قصر العدل في بيروت، بعد أن كان تم استدعائه مع عدد من الناشطين إلى التحقيق بسبب تحطيم زجاج بقصر عدل بيروت خلال تحرك للأهالي قبل أيام. خبر استدعائه وتوقيفه لم يمر مرور الكرام بل لاقى صدى مستنكر في لبنان على كافة المستويات. لا يطرح سؤال، هل الضحية في لبنان تصبح متهمة؟ ردود المستنكرة لتوقيف ويليام توالت، ومنها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اللي كتب على تويتر: عندما تنقلب الأدوار فيحاولون تحويل أهالي الضحايا إلى مجرمين نكون في آخر فصول شريعة الغاب. النائب أشرف ريفي كتب عبر تويتر: يا سلطة القمع والفجور، توقيف ويليام نون جريمة تضاف إلى تعطيل التحقيق بانفجار المرفأ، أيعقل أن يعطل التحقيق والمحاسبة بجريمة العصر ولا يوقف أحد من المجرمين الأساسيين ويوقف من يطالب بالعدالة؟ هزلت فعلا، أصبحتم دمى بخدمة حزب الإرهاب. النائب نديم الجميل سأل عن جهاز أمن الدولة: وين كان لما جربوا البلطجية يهجموا على العدلية لقمع القاضي بيطار؟ الشبيبة متأثرين كتير بالحرس الثوري الإيراني ومستقويين اليوم على ويليام نون وأهالي الضحايا. وغرد رئيس المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان النائب السابق فارس سعيد: كلنا ويليام نون، أفرجوا عنه وعن رفاقه فوراً. بالمقابل كان في فرحة كبيرة بخبر إطلاق سراحه، ومنها رالف فري اللي قال: ويليام نون حرا طليقا، وقضية شهداء المرفأ ما زالت سجينة قيد الاعتقال،
المطلوب إطلاق سراح القضية أيضا. أما زياد الأسمر فمن جانبه قال مبروك الحرية وإطلاق سراح واليمنون. ومحمد بسام الحسيني قال انتصرت لغة العقل في إطلاق سراح واليمنون، لبنان لا ينقصه تدهور سمعة. ماذا يقال للعالم؟ توقيف شاب غاضب لأنه يريد معرفة من فجر عاصمته وقتل أهله وأصدقائه مقابل عدم محاسبة أحد، ولو بتهمة التقصير في ثالث أكبر انفجار بالتاريخ. كل هذا وبيروت عاصمة الشرائع، أي درك يؤخذ البلد إليه؟ طبعاً هالتعليقات كانت قبل إعادة توقيف ويليام نون، وللتعليق على الموضوع معنا من بيروت والد الشاب ويليام نون السيد توني نون. أهلاً فيك سيد توني، شو المبرر برأيك لإعادة توقيف ويليام؟ بالنسبة لويليام فات هو والأهالي يعني على التوقيف، وبقي صديقه بيتر أبو صعب اللي خيو جو أبو صعب توفي من ضمن شباب فوج الأطفال، رجعوا على أساس اليوم أنه بفاردا التحرية بياخذوا إفادتهم وبيطلعوا. أخذوا إفادات بدهم يرجعوا ياخذوا بيتر على مركز أمن الدولي، أخذوا معه ويليام. ويليام قال لهم أنا بروح معه، يا بطلع أنا وياه يا بنبقى اثنيناتنا. بس ما بعرف شو الجريمة اللي عاملينها، يعني اللي فوت النترات على لبنان ومعروفين مين، ما بيتحاسب ولا بينسألوا وبيعملوا وزراء ونواب. طيب سيد أمر مذكرة الجلب سيد نون، يعني شاطرين على الشعب. هل الضحية في لبنان صارت متهمة اليوم؟ أكيد أكيد في ضحية، كذا شخص يعني ماتوا فوق 200 قتيل، نحن لهم عين يوقفوا باقي الشهداء اللي عمره 70 و75 سنة، ونوين بعدين شو بيزعلوا. قال إنه ويليام قال لهم روحوا بنط البحر، لازم يقولن هاي، لأنه غير أشخاص بيبقوا مطلوبين وطالع فيهم مسكر التوقيف بيترشحوا عن انتخابات وبيعملوا نواب. يعني هايدي نحن بنتعجب فيها، كيف بهالبلد بيصير هيك. بعدين وفيق صفا هدد قاضي بقلب قصر العدل، ما حدا استرجع فتح تمه، ونحن عارفين ليه، لأنه الحاكم البلد اليوم هو حزب الله، والدورة على اولادنا. وشو الغلط اللي عملوا اليوم؟ عم بطالب بحق خيو، بدمات خيو، ونحن رح نكفي وباقيين اخر رمى. وانا مع ابني، واذا توقف ما بيأثر، يتوقف اذا ما رجمتن على اهالي الشهداء، بس يعطيهم الف عافية. هو بالفعل يعني ربما صوت ويليام هو صوت كل شخص فقد أحبة لألو بهالانفجار، هل هدف برأيك سيد نون تكميم هالصوت؟ ايه، هني هدف تسكيت هذا الصوت. بس ويليام الطريقة اللي عم يتبعها، يعني بينبعت وراه بروح. شو عامل ويليام؟ كاسر له إزاز، أنا بدي أني وقت ما هدوا بيروت والعاصمة والناس والقتلة وما تحرك، وإنهم سنة ونص موقفين التحقيق. مش غلط إذا ويليام أو رفقاته أهالي الشهداء يطالبوا بتكملة التحقيق، شو الغلط بيكونوا عاملينه؟ وما في أحكيك كثير، أنا بكي بيزعل مدعي العام ببطل يطلعوا لويليام. نحن موادين بعد الخمسة إن الله راد بيوعى، لأنه من 2 لـ5 ما فيك إن أي مدعي عام بيكون نايم. ما رح زيد حكي اليوم، لأنه بس كرمال ابني تيطلع، مع أنه لا هو فرقاني معه ولا أنا، ونحن باقيين على فرد كمان وما رح نتراجع. الله يفرج عن ويليام وعن كل الشباب وعن البلد. سيد توني شكرا لك. مشاهدينا تصدرت كلمة حسام وسائل التواصل الاجتماعي مع انطلاق الامتحانات الثانوية في مدارس مصر، والسبب سؤال طرحته وزارة التربية المصرية في امتحان اللغة العربية على التلاميذ، فسألت فيه ما هو جمع كلمة حسام؟
سؤال وصف الطلاب وأهلهم بالرخم، واعتبروا أنه الهدف منه تصحيب المهمة على الطلبة ومش قياس شطارتهم بالنحو والصرف. ليرد عليهم عاطف عبد النبي أحد موجهي اللغة العربية بالمنصورة، وقال أنه السؤال الموجود في المنهاج التدريسي وفي بنك الأسئلة، ومن المفترض أنه يكون الطالب درسه خلال العام الدراسي. أولياء الأمور أعربوا عن استيائهم من صعوبة الامتحان، مؤكدين أنه وزير التعليم رضا حجازي شدد على أنه تكون الأسئلة سهلة وواضحة. والمتابعين على وسائل التواصل علقوا على الموضوع. محمد حسين قال في تغريدة: جمع كلمة حسام لها ثلاث إجابات وكلها صحيحة، وهي حسم بضم الحاء، أحسمة بكسر السين، وإذا قصد به الاسم العلم، وكل علم مذكر جاز جمعه بجمع المذكر السالم. ومن المعلقين من كتب بشكل ساخر، فمحمد شاكر قال: وبما سأستفيد إذا عرفت جمع كلمة حسام؟ وإذا حفظت ألفية ابن مالك، هل سنكون يوماً ما في مصاف الدول المتقدمة؟ وحساب باسمه علق مازح كمان: بس هو ليه جمع كلمة حسام يثير الجدل؟ علشان شيرين زعلت؟ حسام النصر قال في تعليق لا يخلو من الطرافة بالتأكيد: فعلاً إيش الجمع وإيش جمع كلمة رمضان؟ على كل، إذا صادفكم هالسؤال مرة تانية، بحب خبركم إنه الحسام هو طرف السيف، وجمعه له إجابتين: حسم بضم الحاء، وأحسمة بكسر السين. وبعض اللغويين قالوا إنه جمعه بجوز على حسام بكسر الحاء. وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من القاهرة الخبيرة التربوية بثينة عبد الرؤوف. أهلا فيك معنا. أحد أساتذة اللغة العربية قال إنه السؤال من ضمن المنهاج، فليش الاعتراض اليوم برأيك؟ أهلا، مساء الخير عليكم. بس أنا أحب أوضح إن الامتحان مش ثانوية عامة، هو امتحان الصف الأول والثاني الثانوي. الثانوية العامة إحنا عندنا بتبقى آخر العام، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الحقيقة احنا عندنا مشكلة بالنسبة للطلاب، لسه الأهالي مصرين على أن التعلم يكون من مراكز الدروس الخصوصية، والمدرسين اللي في المراكز دول هم اللي بيراجعوا مع الولاد من خلال مذكرات بيعملوها. طبعا يعني في الوزارة حاطة حاجة اسمها بنك الأسئلة، فيها تنوع كبير جدا من عدد الأسئلة، لكن للأسف مش كل الطلاب بيطلعوا عليه. دي حاجة. الحاجة الثانية إن من حق المعلم أو من حق وضع الامتحان إن يجيب امتحان يبقى فيه سؤال للتميز. يعني أنا ما ينفعش أجيب امتحان الكل يجيب فيه 50 من 50. فين الفروق الفردية؟ لازم يبقى فيه تميز، سؤال للمتميزين. يعني جمع حسام أو أيا كانت الكلمة نحة في، طبعا أنا مش عربي يعني، بس قصدي أقول أيا كانت صعوبة الكلمة سواء في معناها أو في إعرابها أو صعوبة مسألة رياضية أو صعوبة مسألة في الفيزياء، ده لازم تبقى موجودة علشان أعرف مين الطالب الممتاز أوي، مين الطالب اللي عنده قدرات عالية في التفكير، ومين الطالب اللي بيحفظ فقط لا غير ويبقى يقدر يجيب دوبك نمرة النجاح. فوجود بعض الأسئلة التي تكون من الصعوبة في شيء، ده شيء عادي جدا في أي عملية تعليمية. طب يعني برأيك شايفة فيها مشكلة؟ يعني هل كان بيحتاج الموضوع كل هالضجة والجدل حتى البعض يعني طالب بإعادة النظر بمناهج اللغة العربية؟ لا طبعا، انا افتكر ان مش محتاج كل الضجه دي، بس انت عارفين المصريين يعني هو شعب كبير، عدده كبير جدا طبعا، ومجرد ما حد يتكلم يعني مثلا لو حد عنده مشكله مثلا واحد بس، هتلاقي العائلات اللي عندها ابنها عنده مشكله دي مليون عيله، فانت تحس ان مليون واحد بيتكلموا. هم طبعا بالنسبه للمقارنه بالمجتمع المصري 100 مليون يعتبروا قليلين، لكن عشان طبعا انت عارف وسائل التواصل الاجتماعي والترند والضجه الاعلاميه، لكن هو الحقيقه انا شايف ان هو ما يستاهلش خالص كل هذه الضجه الاعلاميه.
الاهالي كمان واخدين موقف من التعليم، طب ليه واخدين ليه موقف ليه برأيك؟ يعني ليه قانون بعض الصف. الأساتذة دايما بيتهموا انهم بيلجأوا لوضع أسئلة محيرة او مربكة او حتى تعجيزية للطلاب؟ لا، ما انا لسه كنت بقول لحضرتك ان وضع الاسئله ليه معايير. يعني انا ما ينفعش احط امتحان من غير ما قدامي في حاجه اسمها ميزان في الامتحانات. لازم بحط 50% من امتحان سهل، 20% يحتاج درجة من التفكير، 5% يحتاج للطالب المتميز، يعني فهماني. فلازم يبقى في زي ما بيقولوا عليا كده احنا في المصريين في تكة صغيرة. المصريين او في تحفز من كثير جدا من الطلاب، تحفز كثير جدا من الاهالي اتجاه التعليم. يعني عندنا كمان عندنا ثقافة قديمة متأصلة في المجتمع إن الكل لازم يجيب 100% وإن الطالب الشاطر هو اللي بيقفل الامتحان وإن لازم كله يجيب يطلع من الأوائل. دي ثقافة خاطئة، لأن في حاجة اسمها فردية، في حاجة اسمها مستويات تفكير، في حاجة اسمها مستويات ذكاء. للأسف ده عندنا في، يعني عايز أقول إن إحنا ما عندناش تطوير في الثقافة المجتمعية تجاه عملية التعلم. الخبيرة التربوية بثينة عبد الرؤوف كنت معنا من القاهرة، شكرا كثير على مداخلتك. فاصل ونواصل مشاهدينا بالبرنامج. أهلا فيكم من جديد. مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني اللي احتضنها استاد الملك فهد الدولي في الرياض وانتهت بفوز برشلونة بثلاث أهداف لواحد، أعطت جرعة من التفاؤل لجماهير برشلونة بعودة التيكي تاكا من جديد بعد نتائج مخيبة والخروج من دوري أبطال أوروبا. مدينة الرياض احتضنت كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة وفقاً لعقد بين الهيئة العامة للرياضة بالسعودية والاتحاد الإسباني لكرة القدم بقيمة 120 مليون يورو بحسب الصحف الإسبانية ماركا وآس. بالوقت اللي بيستضيف فيه استاد الملك فهد بالرياض نهائي كأس السوبر الإيطالي بالثامن عشر من يناير الجاري بين كبيري مدينة ميلانو، اي سي ميلان والإنتر. المدون عساف آل غنيم كان عنده أمنية وقال بتمنى إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني والسوبر الإيطالي في مدينة جدة واللي دائما ما تكون الملاعب بها ممتلئة. أما المشجع هيدينز فقال في تعليق لإله: صباح الخير، صباح الفوز، صباح حلو لكل برشلوني. ومن جانبه المشجع علي سخر من لاعبي ريال وقال: أطفال مدريد لا يتحملون التيكي تاكا البرشلونية. مشجعو الريال كان لهم رأي عبر عنه عزيز العنزي اللي قال: بطولة مو مهمة للملكي كأس السوبر الإسباني. أما المدون مسلم انتقد أداء كارلو إنشلوتي والريال وكتب تغريدة قال فيها: يا رب تدوم هالمعاناة عليهم، بيقصد طبعا الريال. والمدون أسامة كمل في مسار السخرية وقال: رسميا ريال مدريد بيحصل على جائزة الصينية الفضية عن جدارة. عشاق برشلونة بيحتفلوا بعودة قطار التيكي تاكا واللي بيقولوا أنه رح يدهس جميع الفرق في الليغا الإسبانية، وعشاق الريال بينتقدوا الأداء الدفاعي للمدرب كارلو إنشيلوتي حتى بعد التأخر بثلاثية وطالبوا باستبعاد رودريجر وميندي. مباراة فتحت باب الجدل بين عشاق كلاسيكو الأرض، خاصة التفوق الكاسح لبرشلونة لعباً ونتيجةً، والكرة السهلة اللي قدمها رجال تشابي بعيداً عن التعقيد، وإن كان انتقاد ريال مدريد هو الغالب على هاشتاغ الريال اللي تصدر في مصر. تعليق المدون خالد حمزة على الفوز كان: لأ ومش مكسب بس، ده خدوا الريال غسيل ومكوى. والمدون عجميستا علق على المباراة بكثير من الحسرة وقال: الهزيمة واردة في أي وقت، لكن بهالمستوى لست أنت الريال الذي نعرفه. والمدون خالد اللي وضع صورة البروفايل شعار الريال قال: نحتاج كذا لاعب، أولاً باكات وارتكاز ومهاجم يمين ورأس حربة، نحتاج تنشيط، لاعبين تشبعوا بطولات.
أما البرق الخاطف كان له تعليق على نتيجة المباراة، واضح أنه برشلوني ومتعصب. مباراة كالحلم لبرشلونة، سيرك كتالوني متكامل الأركان أمام فريق منهار تماماً، ومقدمات ذلك الانهيار كانت تصرخ جلية في المباريات الماضية. ناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقنا حملة إلكترونية تحت هاشتاج الهوية اليمنية استعراض للزي التقليدي المتوارث للنساء في اليمن، وهو المتعدد والمتنوع والمزركش بالألوان الزاهية والمبهجة، والشيء كان رفض لإجراءات جماعة الحوثيين الهادفة لفرض قيود متشددة على لباس المرأة في مناطق نفوذ شمال البلاد، بحيث بيكون محصور على ارتداء العبايات الفضفاضة السوداء فقط. التويت والبوست ملئت السوشيال ميديا اليمنية، وحيث غردت جهاد قائلة: هذا لبسنا وهذه هويتنا، ألوان واكسسوارات ولبس يفتح النفس للحياة. ودعت اليمنيات لنشر صور مماثلة، وقالت اللي معها صور بالزي اليمني شاركنا فيه. وداد البدوي قالت النساء اليمنيات خلال يومين فقط وصلوا فكرة الهوية اليمنية أفضل من الأقيال، وبوعي حقيقي وبدون لا سب ولا تجريح ولا مزايدات ولا سقوك وطنية. ولتوضيح، الأقيال هي حركة قومية يمنية ظهرت تعفوياً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد سنوات من استيلاء الحوثيين على السلطة عام 2014. بعد 4 أيام حققت أغنية المغنية الكولومبية لبنانية الأصل شاكيرا حوالي 123 مليون مشاهدة على يوتيوب، لتصبح تريندينج نمبر 1 فور ميوزك. الأغنية أشعلت السوشيال ميديا وحققت أرقام قياسية، مش بسبب الموسيقى ولكن لأنه مليانة بالمكايدة. الكلمات اللي اختارتها شاكيرا لتحكي وتوثق خيانة نجم برشلونة السابق جيرار بيكيه إلها بطريقة لاذعة، فهاجمت شاكيرا بيكيه وحبيبته الجديدة كلارا شيا وقالت: قضيت وقتك بالجيم ونسيت أنه تهتم بعقلك، استبدلت فيراري بتوينغو، استبدلت رولكس بيكاسيو، لن أكون لأمثالك. الصراحة يبدو الأغنية شفت غليل كثير من النساء على السوشيال ميديا. فليلى مثلا قالت: أختنا في الله شاكيرا تقصف ولا تبالي، النساء لا يبكين بعد الآن، النساء يتقاضين المال. أما ستار فقالت: كفو يا شاكيرا. أما بيكي مشاهدينا فما سكت أبدا، ورد ضمنيا بفيديو على تويتر أثناء حديثه عن بطولة كينجز ليج واللي بيرأسها، وقال: كاسيو سترعى البطولة، لقد أرسلت لنا كاسيو ساعات جديدة. وكان بيكي بيتحدث وهو مرتدي ساعة كاسيو، وقال إن ساعة بتدوم مدى الحياة، ووزع للحاضرين ساعات كاسيو. بيكي ما اكتفى بهالشي، وصل لمكان عمله اليوم بسيارة جديدة من ماركة توينغو، كما ذكر فيصل إدريس بتغريدة له لما قال إنه دراما بيكي وشاكيرا تستمر. شاكيرا كمان ما اكتفت بإهانة بيكي في الأغنية إن صح التعبير، ولكنها صوبت النار باتجاه والدته. شاكيرا وضعت في شرفتها دمية ساحرة شريرة بالجهة اللي بتواجه منزل حماتها. هالأمر شغل الجيران وقاموا بتصويره ونشره على السوشيال ميديا. علقت عايشة على الحدث وقالت: شاكيرا ضرب معها العرق العربي جد. براندن فريزر ترند على المنصات المختلفة. بطولة فيلم The Whale عادت النجم الأمريكي لأدوار البطولة من جديد بعد غياب كبير عنه. براندن بيلعب دور تشارلي، وهو رجل بيعاني من اضطراب قهري بتناول الطعام والسمنة المفرطة،
وهالشي لفت نظر الناس لصور فريزر على السوشيال ميديا واللي ظهر فيها بوزن حوالي 270 كيلوغرام. الجميع عم ينتظر طبعاً تتويج فريزر بالأوسكار، خاصة بعد فوزه بجائزة تيف تريبيوت لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي عن أدائه في الفيلم الجديد، وكمان الاستقبال الحافل لنجم سلسلة ذا مامي في مهرجان فينيسيا السينمائي. وهذا كل شيء لليلة بمشهد تاج مشاهدينا. إلى اللقاء.